الرحمن الرحيم. انا بن صابر محمد، كنتكلم من منار 3 من العرائش، وبالضبط من لابوكا. انا مظلوم في الحق ديالي، وكندافع على الحق ديالي، والشواهد ديال الشواهد قدامي ديال كندفعهم شكايتها هما قدامي ديال الوكيل الملك، وكنمشي عند رجال الامن، كنمشي عند وكيل الملك، لا من يتواصل معايا لا من يجاوبني. وانا تعرضت التشرد، وتعرضت للحرمان، وتعرضت للتطليق من اجل هاد النصب والاحتيال على هاد البقعه الارضيه. اليوم هاد الناس، انا راه مشيت لهاد الاميره لاله مريم في هاد التاريخ هذا، وفينا هو ها هو التاريخ، ها وفينا هو. مشيت للرباط في 18/7/2019، مشيت كنطالب، رفعت شكايه ديال التظلم وديال التسمم من طرف هاد الناس. انت كتشوف الحيط كامل متقوب، ها هو، ها انت هالكاغط، شوف انت ديري لي هالكواغط، ها هو من هنا، ها هو من هنا، الحيط كامل متقوب. كانوا عندي 4 البياجات ديال الحجر، وكان عندي الرمله، وكان عندي كل شيء، البون ها هو في جيبي، وهالوراق هاهم فينا هما، وهالدليل. ودابا كنوجه هاد النداء لجلالة الملك مباشرة، لان انا مقبل على هاد الملف، مقبل فيه على جلالة الملك خاص، هو اللي غادي يتدخل فيه، هو اللي غيحسن فيه. لان انا مشيت عند وكيل الملك، ومشيت عند السيد العامل، ومشيت للبلدية، ومشيت للكوميسارية، ولا من يحرك ساكن. اليوم كنطالب من كل مغربي ومن جمعية حقوق الإنسان. أنا مشيت عند الرباط، مشيت عندهم في 2005، مشيت عندهم في 2014، مشيت للجمعية الكبيرة ديال حقوق الإنسان في الرباط، راه موجودة حدا أوطوهال في حي العكاري، ومشيت لعندهم وقالوا لي سير تفاهم مع هذوك الناس، حنا راه هاد والو، هاد الناس اللي تابعيني في هاد النصب والاحتيال، وطلقوا مني مراتي ظلما وعدوا، وداروا بإشاعات خاوية. وكم من إشاعة دمر الدول، ماشي غير عائلات أو مجتمع. اليوم هاد الناس تعدوا عليا، أنا كنطالب بالحق ديالي. ها الشكايات هاهم فينا هما، هاد الناس راهم مسجلين في النيابة العامة عند وكيل الملك. اليوم أنا كنطالب كل من هو مغربي، وكل من هو مسؤول، كنشكر كل مسؤول المسؤولية ديالو. اليوم يوقفوا معايا لله في سبيل الله، ينصفوني، أنا راه باغي الإنصاف. اليوم الإخوان، أنا راه تعذبت وطبت، كنمشي نسعى وانا ماشي ود السعايا، وكنمشي نسعى باش ناكل. هاد الناس سطروني في راسي، ما خلوني لا نخدم براحتي لا والو، اب عندي 7 الوليدات، عاش الملك، انا تشرط في ديالي، هاد استفادة عاطيها ليا الملك، ما عاطيهاش ليا شي واحد. الا كان هادشي ما غيتشدش ليا الحق ديالي، انا نمشي نطالب باللجوء السياسي لشي دولة. انا مغربي وعاش الملك، ما تشرطش وما يوقعش ليا هكا في ديالي، ما يطلقوش مني مرتي ظلما واحد وانتقص الناس بالاحتيال. وهاد الناس اللي شاكي بيهم، وكلهم بالشكايات والاسماء ديالهم، كلهم هاد السيد جا وكيل جلالة الملك. وكنشكر رجال الامن كيوقفوا معايا وكيساندوني، ماشي انا غادي، انا كنشكرهم لله بسبب الله، انهم كيوقفوا معايا وكيساندوني، وكيقول يا سير لمحالك وريح اللي داز من حداك، وهذاك احنا موجودين. وهاد الناس هادو تدخلوا في الحياه ديالي، وتهموني في واحد الحوايج ما كتليقش بالمسلمين. والله سبحانه وتعالى راه كبير، انا كنوجه هاد النداء لجلالة الملك مباشره، يوقف معايا في هاد الملف في حل هاد المشكل. وشكرا، الله يرحم الوالدين. انا كنطالب محمد السادس يوقف معايا لله بسبيل الله، ويشوف الحاله ديالي وينضم للحاله ديالي. انا راه متشرد، وتعذبت العذاب الاليم، وتحاصرت على هذه البقعه هذه بجوع وعطش، وكنتعرض للتسمم والميكروب بجميع القهاوي. اي قهوه طلبت فيها قهوه نشرب النص، ويقعدوا حدايا الناس يديو النص الاخر للطبيب، ولا ما لقاوش فيه تسمم انا يدوني للحبس. حشومة على هاد الناس، حنا مسلمين عار عليهم. كنوجه هاد النداء الوكيل الملك يوقف معايا ويوقف في جنبي، انا راه راجل مغربي حر، ما غاديش نتراجع الله على حقي ولو بالموت. ما يهدونيش بلا بلانصات، ولو يجيبوا المارينس ديال الميريكان ما غنتخلاش على هاد البقعة. كنوجه هاد النداء لجلالة الملك مباشرة، وشكرا، وكنشكر كل مغربي، وتحية لكل من هو وقف معايا لله بسبيل الله. الله يرحم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.